حاليا احنا بنعيش واحدة من افضل الفترات في تاريخ الجيمينج لكل محبي العاب الفيرست بيرسون شوتر او الاف بي اس. في اربع العاب مختلفين في الفكرة تماما عن بعض، ومن افضل العاب الاف بي اس اللي شفناهم من فترة طويلة جدا، وظهروا مع بعض في فترة لا تزيد عن 10 شهور تقريبا. وكل لعبة من دول بتمثل اسلوب مختلف تماما عن اللعبة التانية، رغم اشتراكهم في انهم اصلا العاب فيرست بيرسون شوتر. هتكلم معكم دلوقتي عن كل لعبة واسلوب لعبها وايه اللي بيميزها عن الالعاب التانية. الاربع العاب اللي هتكلم عليهم على حسب تاريخ اصدارهم هما ريمبو 6 سيج واوفر ووتش وباتل فيلد 1 وتايتن فول 2. تعالوا نبتدي مع بعض. لعبة ريمبو 6 سيج هي لعبة طورتها واصدرتها شركة يوبي سوفت في ديسمبر 2015، رغم ان اللعبة اصدرت في اواخر 2015، لكن انا هعتبرها من العاب 2016 وهقول لكم ليه. البداية كانت ضعيفة للعبة ومليانة مشاكل سواء في النت كود او الماتش ميكينج او الكونكشن مع السيرفرات، ولكن في خلال سنة 2016 قدرت شركة يوبي سوفت انها تصلح معظم المشاكل دي، ولعبة وصلت لمرحلة اكتر من ممتازة، وبقى عدد اللاعبين اللي بيلعبوها حاليا اكتر من عدد اللاعبين اللي كانوا بيلعبوها وقت صدور. طرق قصة مش موجود نهائيا في اللعبة، وبتعتمد اعتماد كلي على المالتي بلاير. اللعبة تكتيكية من الطراز الاول ومش فاست بيست زي الالعاب التانية، وبتعتمد على التيم وورك جدا وتعدد ادوار اللاعبين وتكاملها في اختيار الجندي اللي انت هتلعب بيه، او زي ما يسمى في اللعبة اوبريتور. البيزنس موديل الخاص باللعبة اكتر من ممتاز، فاللي هيشتري اللعبة من غير السيزون باس هيلاقي كل الخرائط متوفرة مجانا ليه، وكذلك كل الاوبريتورز، بس هتحتاج تجمع الان جيم كارنسي اللي هي اسمها رينون علشان تقدر تفتح الاوبريتورز دول، في حين ان كل ملاك السيزون باس بياخدوا كل الاوبريتورز الجداد مجانا اول ما ينزلوا وبيلعبوا اي خريطة جديدة اسبوع بدري. الطريقة دي سمحت ان البلاير بيز للعبة ما يتقسمش، وما ادتش لاي حد ادفانتج عشان هو معاه السيزون باس. اللعبة تعتبر من العاب الفيرست بيرسون شوتر الكومبيتيتيف، متوفر فيها كومبيتيتيف رانكينج سيستم كامل. لعبة Overwatch طورتها واصدرتها شركة Blizzard في مايو 2016. بداية اللعبة كانت قوية جدا، وكانت اكتر لعبة اصدارها ما فيهوش مشاكل اطلاقا، وتعتبر حاليا اكتر لعبة من الاربعة فيها لاعبين، حيث ان بيلعبها حاليا اكتر من 20 مليون لاعب على كل المنصات. اللعبة من اكتر الالعاب نجاحا في 2016، وكلنا عارفين طبعا انها حصلت على Game of the Year Award، وانها من اكتر الالعاب مبيعا على كل المنصات. طرق قصة مش موجود نهائيا، وبتعتمد اعتماد كلي على المالتي بلاير، بس بليزرد قدرت تخلق عمق لمعظم الشخصيات في اللعبة عن طريق سلسلة افلام قصيرة رائعة على اليوتيوب بتحكي قصة كل هيرو فيهم. اللعبة تعتبر هيرو فيرست بيرسون شوتر جيم، بمعنى ان انت بتختار هيرو تلعب بيه الراوند، وكل هيرو ليه اسلوب لعبه واسلحته وقدرات معينة زيها زي لعبة تيم فورتس 2، واللي تعتبر اول لعبة من النوع ده لاقت نجاح كويس الى حد ما. اللعبة بتعتمد على التوازن ما بين الشخصيات، واساسها التيم وورك، وفي رأيي ما ينفعش ان انت تلعبها لوحدك ابدا. البيزنس موديل الخاص باللعبة اكتر منه ممتاز، فانت بتشتري اللعبة مرة واحدة فقط، واي خريطة او هيرو جداد بينزلوا ببلاش. واللعبة فيها مايكرو ترانزاكشن بانك تقدر تشتري لوت بوكسز، واللي بتديك سكنز واصوات وشوية حاجات تجميلية للشخصيات فقط. مشكلتي الوحيدة مع اللعبة ديت ان انا كنت شايف ان هي ما كانش ينفع تتباع بالمبلغ اللي هي كانت بتتباع بيه سواء على الكونسول او على البي سي، وكنا نكتفي فيها بالمايكرو ترانزاكشن. عامة اللعبة تعتبر من العاب الفيرست بيرسون شوتر الكومبيتيتيف، متوفر فيها كومبيتيتيف رانكينج سيستم كامل.
لعبة باتل فيلد 1 هي لعبة أصدرتها شركة إي إيه في أكتوبر 2016 وطورها ستوديو دايس. اللعبة كانت من أنجح الإطلاقات في تاريخ سلسلة باتل فيلد، حيث إن اللعبة باعت عدد من النسخ في الأسبوع الأول يفوق باتل فيلد هارد لاين وباتل فيلد 4 مجتمعين، ولعبها أعداد ضخمة تصل إلى مليون لاعب في نفس الوقت لأول مرة في تاريخ السلسلة على كل المنصات. ورغم ذلك مشاكل الإطلاق كانت قليلة جدا، والبجز والجليتشز كانت أقل بمراحل من نسخ اللعبة اللي قبل كده. الأهم من كده إن النت كود بتاعها حاليا أو الهيت ريجستريشن سيستم من أفضل اللي موجود في لعبة فيرست بيرسون شوتر في العالم حاليا، وآه بتتفوق على أوفر ووتش وعلى ريمبو 6 سيج وعلى سي اس جو كمان. اللعبة قدمت جرافيك وجيم بلاي مبهرين للغاية، وتفادت مشاكل الإصدارات السابقة كلها، وقدمت جيم مودز جديدة أول مرة نشوفها في السلسلة زي أوبريشن وبيجن وورز. طور القصة في اللعبة رائع ومكون من عدة قصص، ويعتبر من أفضل أطوار القصة في سلسلة باتل فيلد. وعيبه الوحيد إن هو 5 ساعات بس. وزي عادة ألعاب باتل فيلد، اللعبة تكتيكية وبتعتمد على التيم ورك جدا، بس ممكن تلعبها لوحدك برضو لأن عدد الفريق بيبقى كبير جدا، فمش هيفرق إن أنت تلعب مع التيم بتاعك زي ما هو بيلعب ولا لأ. لكن لما بتلعب في سكواد في اصحابك المتعه بتتضاعف وبشده بصراحه. ميزه اللعبه الاساسيه انها لعبه الفيرست بيرسون شوتر الوحيده اللي بتقدم لك احساس الحرب الحقيقي، من اسلحه وطائرات ودبابات وانفجارات حواليك ومباني بتقع، وفي سيرفرات عدد اللاعبين فيها 64 لاعب. البيزنس موديل الخاص باللعبه بقى هو اسوأ واحد موجود في الاربع لعب اللي انا بتكلم فيهم على الاطلاق. اللعبة نفسها تمنها $60 والبريميوم بتاعها تمنه $50. البريميوم بيضمن لك ان انت هتاخد 4 DLC، كل واحد فيهم بيديك 4 خرائط ومجموعة جديدة من الاسلحة. المشكلة الكبرى ان النظام دوت بيقسم البلاير بيز لناس معاها DLC مابس وناس لا، فنتيجة بتكون ان DLC مابس بيكون فيها ناس اقل من السيرفرات الاساسية. اللعبة تعتبر من العاب الفيرست بيرسون شوتر الكاجوال وما فيهاش كومبيتيتيف رانكينج سيستم، وهتبقى مفاجأة بالنسبة لي لو قدموه في المستقبل بصراحة للعبة دي. لعبة تايتن فول 2 هي لعبة أصدرتها شركة EA في أكتوبر 2016 وطورها استوديو ريسبون. في رأيي هي تعتبر مفاجأة ألعاب الفيرست بيرسون شوتر في 2016 بل وفي السنين الأخيرة كمان. محدش توقع على الإطلاق إن تايتن فول 2 تكون واحدة من أفضل ألعاب الشوتر في 2016، بل وتترشح لجيم أوف ذا يير أوردز كمان. للأسف مبيعات اللعبة كانت ضعيفة في بداية إصدارها لأنها أصدرت ما بين باتل فيلد 1 وكول أوف ديوتي إنفينيت وورفير، والدعاية الخاص بيها ما كانتش قوية كفاية، لكن حاليا ابتدت مبيعات اللعبة تزيد وعدد اللاعبين كذلك وبصورة سريعة جدا. على فكرة نقدر نقول إن اللعبة تفادت كل مشاكل الجزء الأول، وإن دي هي تايتن فول اللي كلنا المفروض نشوفها من الأول أصلا. أهمهم إن اللعبة دي بتحتوي على طور قصة على عكس الجزء الأول من اللعبة اللي ما كانش فيه قصة او كان فيه قصة مشوهة جدا. القصة في تايتن فول 2 من اروع القصص اللي لعبتها في لعبة من فترة طويلة جدا. عيبها الوحيد انها 4 ساعات بس. اللعبة فاست بيزد جدا وبتعتمدش على التيم وورك زي الالعاب اللي قبلها، وممكن لاعب واحد فقط يكون هو السبب ان فريقه يكسب. ورغم كده هي مش مجرد بوينت اند شوت زي العاب كول اوف ديوتي. اللعبة فيها ليرنينج كيرف محترم جدا، سواء وانت بتلعب بالبايلوت بتاعك او وانت بتلعب بالتايتن بتاعك. البروجريشن سيستم في اللعبة اكتر من ممتاز، وكمية الاسلحة والتايتنز والسكنز محتاجة وقت طويل علشان تفتحهم كلهم. البيزنس موديول الخاص باللعبة هو افضل واحد في الاربع العاب اللي فاتوا. ببساطة اشتري اللعبة وبس على كده. كل خريطة او DLC او سلاح هينزل للعبة هتاخده ببلاش بدون ما تدفع مليم زيادة على سعر اللعبة الاصل. اللعبة تعتبر من الالعاب اللي ممكن يكون ليها مستقبل كويس جدا في الكومبيتيتيف، وفي مسابقة رسمية هتقام قريب ليها، بس حاليا اللعبة ما فيهاش كومبيتيتيف رانكينج سيستم، وان كنت اتمنى وبشدة انه يكون موجود فيها. If history only remembers one in a thousand of us, then that future will be filled with stories of who we were and what we did.
But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye, and we will fight. بكده أكون قلت كل حاجة عن أهم أربع ألعاب First Person Shooter صدروا في الفترة الأخيرة. كل لعبة من دول ليها الستايل الخاص بيها واللي بيختلف تماما عن اللعبة التانية. وجود الأربع ألعاب في نفس الوقت خلى كل محبي ألعاب First Person Shooter في حيرة لذيذة لأول مرة من فترة طويلة جدا. في رأيي الشخصي كواحد بيلعب الأربع ألعاب دولت إن مفيش لعبة منهم أحسن من التانية، وإن حبك للعبة منهم بيرجع لرأيك الشخصي وميلك لأسلوب لعب معين من الألعاب دي. ورغم حبي الباتل فيلد زي ما انتوا عارفين طبعا، إلا أني بلعب الباقي برضو في نفس الوقت مستمتع بيهم جدا. مستني أشوف أراءكم وإيه أكتر لعبة بتلعبوها أو ناويين تلعبوها من الأربعة دولت في الكومنتات. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديوهات تانية قريب بإذن الله. كابتن إيجي يحييكم والسلام عليكم. The world could always use more heroes.